أنا في موقع هنا لمشروع أسوار السكني، فلل متصلة وفلل منفصلة. إيش يميز مشروع أسوار السكني؟ إنه يقبل مستفيدي وسكني وزارة الإسكان، أو اللي بيشتري بشكل مباشر، أو اللي بيشتري عن طريق بنك. اللي عجبني في مشروع هذا موقع صراحة، أغلب مشاريع وزارة الإسكان اللي غطيناها قبل كانت على طريق الرياض أو منطقة غرب الدمام هناك. هذا في العزيزية في الخبر، شوف هناك فندق بريرة وبندة، المشروع بعدهم هنا على طول في حي الأمواج، حي الأصداف، اللؤلؤ، المنطقة اللي خلف بندة عند فندق بريرة. هذا اللوحة التعريفية للمشروع، وانتوا على طريق عزيزية بتشوفونها واضحة. هاي نماذج فلل من برا. هنا عندنا المشروع بشكل عام يحتوي أو يضم 100 فلة سكنية. طبعا كما هو موضح هنا، مشروع أسوار السكنية معتمد من وزارة الإسكان من برنامج وافي للبيع على الخارطة، وهو لمستفيدين سكني وغير سكني يقدرون يستفيدون بعد من مشروع أسوار السكني. الآن بنشوف تفاصيل البناء والمواصفات الهندسية والنماذج. اللي حاب يتواصل على الأرقام اللي حاطها لكم على الشاشة. الآن في اللي تشوفونها هذه، في منها المنفصل، في منها المتصل. تحت الإنشاء الخدمات متوفرة هنا، شوارع، إنارة، مياه، اتصالات. هذه الأرض تقريبا يجهزونها، طبعا هذه خطوة أولى من تجهيز الأرض، في خطوة ثانية بعدها. المشروع هنا يضم 100 فلة سكنية. مساحة الفلة المنفصلة 280 متر، فيها مجلس مقلط، صالة فوق، غرف نوم، 4 غرف نوم. الآن بنشوفها، بندخل أحد النماذج اللي هنا ونشوف الفلة من داخل، نشوف المواصفات والضمانات. الرابط اللي حاطه لكم هنا تقدرون تقدمون عليه لمستفيدين سكني فقط. اللي مش مستفيد من السكني يبي يشتري بشكل مباشر، عند أرقام الجوالات يقدر يتواصل معهم يستفسر ويخدمونا بإذن الله. أنا في فلة العرض تحت الإنشاء. أنا أعرفكم المشروع اللي حاب يحجز بدري، لأن العدد محدود في مشروع أسوار. هنا الحوش، هنا كراج السيارة بيكون برا. تدخلون الفلة، هذا المدخل. في على اليسار هنا المجلس، هنا مقلط، هنا عندنا دورة مياه تكرمون. هذا مساحة المجلس، هنا مقلط، هذا باب يدخلك على الصالة داخل. هنا الصالة إلى آخر شيء، هنا الصالة إلى النهاية. راح يكون في قزاز يطل على الساحة الخلفية. الغرفة اللي هنا هذا مطبخ، هنا في دورة مياه معه. أما هذه كلها صالة، وهنا باب على السيب الجانبي. نطلع الدور الثاني. الدور الثاني في 4 غرف نوم، طبعا لسه تحت الإنشاء، فلة تحت الإنشاء. أما الملحق فيه غرفة خادمة وتكون دورة مياه وغرفة غسيل، الملحق اللي فوق. عشان أوضح لكم الموقع وين، طلعت لكم في السطح فوق. هذا المشاريع، هذا جزء من أحد البلوكات اللي في المشروع. هنا السطح، هناك البحر، هذا بحر العزية، هناك فندق بريرة وبندة. هذا الطريق أبد ما يديك الهافمون. إذا تبون البحر ترى قريب منكم، والعزية هنا، سوق العزية الشعبي اللي في الويكند. هذا سليمان، يعطيك العافية، ما قصرت على الجولة، نورتنا والله. نورك الله حبيبي. تعطيني بس شرح عن مواصفات الفلل المشروع. ضمانتنا احنا بالفلل 10 سنوات على الهيكل الانشائي والقواعد، 5 سنوات على العزل، 3 سنوات السباكه والكهرباء. طيب بالنسبه لتسليم الفلل اللي يحجز الان، متى يستلم فلته؟ نهايه المشروع اللي محطوطه الان اللي هي 2022 30/9، نهايه شهر سبتمبر 2022. نعم. يكون المشروع كله كامل والعميل يقدر يستلم فلته. اي كل واحد يستلم فلته. لا يعطيك العافيه مهندس، اشكرك اشكرك. راح ناخذكم جوله الان بالمشروع. هو إحلال التربة، تكون عن طريق تقارير التربة نكون أخذناها، وتحت إشراف مكتب هندسي مكلف من وزارة الإسكان، على أساس نعيد تأهيل الأرض لتكون صالحة للبناء. حريصين إحنا بأسوار على الجودة، إتقان في العمل، نستخدم أخشاب جديدة. عندنا حديد ثابت، اتفاق اعتمد المشروع
سريع أسوار تبعنا. الصب ما يكون درجات حرارة تزيد عن 32، كذلك يتم اختبار الخرسانة قبل الصب وبعد الصب كذلك على أساس نقيس قوة الخرسانة. هذه بلة العرض تكون جاهزة إن شاء الله قريب بإذن الله. في أشياء بنشرحها الحين قبل لا تتسكر، أذكر لكم تشتبات نهائية في المبنى. طبعا جميع الأعمال على أطراف المبنى، الجدران الخارجية عبارة عن بلوك مهزول منارتين. في مراحل بالعمل نهتم بها بالتفاصيل، ألا وهي ثلاث مداميق، بعدها اللي هو ثلاث رصات نسميها احنا، بعدها يكون في حديد، كل ثلاث رصات يكون في حديد. الجدار ممنوع يبني مرة واحدة، يكون على مرحلتين على أساس نحافظ عليه ما يكون في ميول. يتم فيه استخدام كذلك زوايا حديد ومبنى مسدس. هذه في أعمال. بالنسبة برضو لأعمال السباكة عبارة عن مناور مكشوفة، تسهيل بالصيانة، اكتشاف تسريبات مستقبل لا سمح الله. طبعا المواسير الآن تعتبر مضغوطة اختبارا لها، فيها موية الآن برضو على أساس تكتشف أي تسريب مع أعمال الشغل اللي قاعدة تحصل الآن في الموقع. نفس الفكرة برضو لأعمال التغذية يتم اختبارها. من الأعمال اللي أسسها الآن فنار فلة العرض أو باقي المشروع كامل. المواصفات للمشروع تحصلون هذا التشطيبات نهايه الكتالوج. اعمال الدهانات حتكون جوتن،